التعبير باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة عادة ما يحسره البعض في خانة العالم الافتراضي البعيد عن التأثير في الواقع المعاش، فإلى أي مدى يمكن أن يؤثر الافتراضي في الواقع؟ سيقترب الافتراضي من الواقع، يعني شاهدنا في كثير من الحالات بأن الافتراضي يبقى افتراضي، اسمه افتراضي يعني، لكن في مراحل معينة، في محطات اجتماعية معينة، عندما يوصل الحراك إلى مستوى معين من النضج، الفرق بين الافتراضي والواقع يكون قليل، ويقترب كثيرا هذا الافتراضي الواقع. طبعا تؤثر، تؤثر كثيرا، خاصة مع مجيء الأجيال القادمة من الهاتف الذكي. الآن الجزائري لم يعد مضطر أن يقف أمام حاسوبه ليتصل بالإنترنت، لأنه هو يتصل وهو في سيارته، يتصل وهو في البيوت، يتصل وهو في المطعم. طبعا تؤثر، لأن معظم الشباب المستعملين لهذه التقنيات هم شباب مثقف، هم شباب جامعي، هم شباب أحيانا ملتزم، يعني كيلك بار سي دي جون أونجاجي. أنا مبدئيا أقول بأن القضية ليست بهذه البساطة، يعني هذا التعابير المختلفة واشتراك الناس في رؤية تعابير معينة في الفيسبوك وفي الفضاء الافتراضي ليست بالضرورة تعبر حقيقة عن توجهات ثقافية للشباب. الافتراضي غير الواقع وعوضه قبل الانتخابات الرئاسية، يعني هذا أكبر دليل. قبل أفريل 2014 كان هنالك انقسام بين موالاة ومعارضة للعهدة الرابعة. الشباب الذين اشتغلوا في تلك الفترة في البودكاست أو في الفيسبوك وفي تويتر استطاعوا أن يديروا قوة بديلة، ممكن نسميها قوة ثالثة إذا اعتبرنا بلي القوة الأولى هي الموالاة والمعارضة، كانوا قوة بديلة ثالثة. الفيسبوك موقع التواصل الاجتماعي الذي حول الكون إلى قرية، أضحى في الجزائر القبلة المفضلة للشباب، أين تحتل الجزائر عربيا المرتبة الخامسة بعد مصر، السعودية، المغرب والعراق. وحتى نتعمق أكثر في الموضوع، أخذنا مثال صفحة وانتو تريفي فالجيري، إحدى أشهر الصفحات في الفيسبوك، والتي تضم ما يقارب 800 ألف معجب. تتبعنا الصفحة لمدة أسبوع كامل، فكانت الأرقام مذهلة حقا. نسبة وصول المنشورات في الصفحة أكثر من 1.6 مليون معجب، بمعدل 5 ملايين شخص شاهدوا المنشور ولو مرة واحدة في اليوم. تقربنا من مسيري الصفحة، رفضوا في البداية، غير أن أهمية الموضوع جعلتنا نصر على مقابلتهم، فكان لنا ذلك. نحن مجموعة من الشباب الجزائري نؤمن بحقنا في استغلال فضاء الانترنت وحق شبابنا في التعبير. هذا الحلم أقوى من أي سلاح. حينما يكتب المرء ليتسلى أو ليقضي وقت قد يتوقف عن الكتابات إذ وجد ما يتسلى به، لكن عندما يحلم ببناء شيء اللي هو اسمه الوطن قد يمضي في حلمه وكتاباته إلى النهاية. ففكرة 1-2-3 في فالجيري انطلقت من شباب جزائري غيور على وطنه، جاءت لإضافة طابع جديد على الانترنت بحيث تكون إعلام شارع. كيف هذا الشيء يتطرق هذا الشيء لعدة أمور. كان واحد طريق اخترا صارت فيها كانوا أعمال حفروا، وكي الحفرة هذيك راحوا غطوها بالتربة، وإحنا كنا في مرحلة الشتاء، كانت الأمطار تصب، يعني التربة هذيك راح تروح، والسيارات كان اللي منخفضة بزاف، يعني كي دخلوا في هذيك الحفرة راح يتلقوا أضرار. درنا رسالة، دزت ملتمع في الطريق هذيك على 6 تاع الصباح، لقيتهم بلي غلقوها بالقدرون، يعني شغلنا نشوفوا نتيجة، النتيجة راح تكون، لأن الصفحات في الإنترنت راح توصل المعلومة، راح توصل المعلومة بصفة مباشرة وفي وقت قصير، وثانيا الإنسان يعني هذيك الرسالة راح توصل المسؤول، ما بينما ما وصلتش من الصفحة راح يوصلها واحد من مشتركين الصفحة قام يعني بارطاج هذاك المنشور. كما قلت لك تعتمد على المرحلة وطبيعة المرحلة. مثال نقيسوها على الرئاسيات، كان ضغط كبير على الصفحة سواء من المعجبين سواء من الجهات السياسية سواء من السلطة نفسها، يعني تجدوح بين مراحل عدة وبين الرسالة تاعك اللي حاب توصلها ولا الفكرة اللي تحب توصلها، تخضع لعدة مضايقات. لحقت بينا ونحتدوا ادمين من ادمين صفحة للسجن بيتهما، يعني ما كاش منها، ومن بعدها كي لما تمت محاكماته وخرج، يعني المهم في ديك المرحله شغل تعرضنا للمضايقات اللي ما خلاتناش نخدموا. الانسان يهضر الحقيقه بعد ظهور
هذه المواقع الاجتماعية خاصة الفيسبوك والصفحات اللي الإنسان يقدر يمد رأيه بكل حرية، لأنه يقدر ما يمد الشخصية تاعه، يحل بروفيل بأسم واحد أخر أو يمد رأيه. كاين ناس بزاف لما يشوفوا بلي زعما انسان كيحط كومونتير كتب برك، لكن العكس، انسان اللي عنده فكره حاب يوصلها كيكتب هذاك الكومونتير الناس تفاعل معه، يعني يحس بلي دار حاجه. نحكوا هنا عموما على المجتمع الجزائري، كاين وعي سياسي والحمد لله هذا الوعي راه يتطور وراه يتنمى، يعني كيلقى فضاء للتعبير، كيلقى الشعب يعني المواطن الجزائري كيلقى فضاء اللي يقدر يعبر على رايه السياسي، يعني شغله وينمي فيها. لو سول اللي يوتيليزا بيان لي ريزو سوسيو يوتيوب سي نكاز. Nikaz, parce que d'abord, c'est quelqu'un qui est né dans le monde du web. C'est un développeur, il a créé des sites web, il sait l'impact de le web, la Facebook, les réseaux sociaux sur la société. Beaucoup de candidats n'ont pas utilisé ce réseau social. مع فيسبوك ومع تويتر كان الحريه، يعني اون بو فير باسي تو لي ميساج باسكو نيا با دو كونترول، والحمد لله لو ميساج تري بيان باسي مع الشبيبه الجزائريه، اي اوجوردي اون اي تري كونتون دافوار لا بروميير باج بوليتيك في فيسبوك في الجزائر، و جو سوي تري كونتون. يعني الناس حاجبين بلي ماشي انايا لادمين تاع لاباج، انا هو لادمين تاع لاباج، راكم عارفين بلي نحوس بزاف في الجزائر في 48 ولايه، يعني عندي الوقت باش نجاوب كاع لي ميساج اللي يجوني في فيسبوك في الايميل تاعي، و سي ان كونتاكت ديريكت، يعني ما كاش ممثل اللي يجاوب في بلاصتي. انايا على الرسائل، انايا اللي نجاوب مباشر على الاسئلة تاع الشبيبه الجزائريه، والحمد لله جو سوي تري كونتون هكاك، يعني نعرف المشاكل، نعرف لي زاتونت تاع الشباب في الجزائر. رشيد نكاز لم يكتفي بالعالم الافتراضي، وفي سابقه فريده من نوعها قرر أن يقتحم مجال عالم الأغنية السياسية برفقة ملك الراب لطفي دوبلكانو. لطفي دوبلكانو ما شاء الله يما بروبوزي دو بارتيسيبي او كليب تاعو، انا كنت في الولايات المتحدة مع القضية تاع شاكيب خليل، قلت له ان شاء الله نتلاقاو في فرنسا ونهضرو، والحمد لله جي بوكو دو ريسبي بور لطفي دوبلكانو، جو تروف سي ان ارتيست فورميدابل، ودائما يقول يعني الحوايج صحيح بالنسبة للمشاكل تاع الشباب في الجزائر، اي جيتي تخي كونتون دو بارتيسيبي ا سو كليب، يعني هذه الأولى اللي كو جي بارتيسيبي ان كليب، اي جيسبيغ سا سا با لا ديرييغ ان شاء الله. الأغنية لاقت رواجا كبيرا حيث قاربت عتبة المليون مشاهد في صفحة لطفي دوبلكانو في أقل من 72 ساعة قبل أن ينزعها الموقع العالمي يوتيوب لأسباب تبقى مجهولة. أنا رشيد دكاز مواطن جزائري. إيه وش حاب لهنا؟ نحب نخدم البلاد. وش دخلك أنت في البلاد؟ وش دخلك أنت في البلاد تعدل في البلاد؟ البلاد لاباس بها، البلاد مش محتاجين عباد كيفك. لاباس بها والو، هاي بيزي رافيك. لاباس بهم الناس، كش ما شفت واحد قاعد يشكي ولا واحد قاعد يعيط. وقاعد تمالي تغرسهم في أفكار مش ملاحة في راسك. تقدرش تقول هكاك في البلاد. كيشو الشبيبة ضايعة في الكيف ولا في القرعة. سي نورمال شي هذايا انا ما يعجبنيش، كي نشوف الجون لي ديبلومي قداه نسنا هو يشومي. سي نورمال شي هذايا انا ما يعجبنيش، كي نشوف المعلم والطالب ضربوهم عاجل مطالب. سي نورمال شي هذايا انا ما يعجبنيش، كي نشوف العار في السبيطار ولا فيولونس لي في السطار. سي نورمال شي هذايا انا ما يعجبنيش، كي نشوف العدالة راي نايمة والحقرة قايمة وراي دايمة، كي نشوف الصوارد راي كاينة بالهم راهي عايمة، كي نشوف بلادنا راهي هايلة وراهم مدينها للهاوية، ولادها في دهية مش هانية تايها ساهية وديما هامرة. وانت حاب نغمض عيني عاد الحالة، حب السيف نهبط راسي ندير سياسة النعامة، تروح قدام العامة باللي انا حايب فتنة، وانا روحي دمي ولحمي عاد البلاد مديتهم فتية. ما تهدرش ابقى ساكت ساكت تحت الماركة السان السان، قالوا لي وشي سالك اسكت سينو تدي حسابك. ما تهدرش كيف ما نهضرش في 48 ولايه، نشوف الناس تبكي، الناس بدبات برا في القيطون معدنولي الضيق. كيف ما نهضرش وانا شفت الشباب بلا خدمه بلا مستقبل، والكيف والشراب دايرين رايهم. ما تهضرش. اتصلنا بلطفي دوبلكانو المقيم حاليا بفرنسا، والذي قبل ان يجري معنا هذا الحوار الحصري، اين عاد فيه الى تفاصيل الكليب، وكذا رايه حول فضاءة التعبير الجديده التي فرضت نفسها بقوه لدى فئه الشباب.
لما درنا الكليب مع يعني الناشط السياسي الأستاذ رشيد نكاز، هو كان يمثل هذه الطبقة اللي تعبر بطريقته مش بالفن، فحبينا احنا نجيبوه معنا. وفي الكليب حبينا نعبروا يعني على هذاك الضغط وذاك القمع عن طريق يعني ناس كاغول وجهها مخبيه ما تعرفهمش شكون، يجيو بالقوه على اساس انك خطاك قلت كلمه ولا قلت يعني جمله يعني تنتقد فيها فلان ولا فلان. وحبينا نبينوا تانا في بدايه الكليب الناس الصحفيين والممثلين واللي دار كاريكاتير والشاب هذاك البطال، وقلنا هذوما ناس راهم يتقاسمونا في الافكار، وهم تانا راهم يشوفوا باللي يعني حريه التعبير هي وسيله كما قلنا في الديبي باش المجتمع يبقى حي. ها هي قضيتنا احنا، ممنوع ما تهدرش معنا ان شاء الله راح نحاضر النهارده. بالنسبه لانواع حريه التعبير في الجزائر كثرت يعني في جميع المجالات وفي جميع الميادين، وكانها انفجرت ضربه واحده، انفجرت انفجار رهيب. وعلاه؟ باسكو في السنوات الماضيه الجزائر كانت تعاني من ضغط كبير على حريه التعبير، ضغط ضغط ممنوع ما تديرش، قنوات فضائيه مقفوله، العصه، هذا كل الضغط بديهيا انه خلق كما قلنا انفجار في الابداع وانفجار في حريه التعبير. بالاضافه الى هذا جات التكنولوجيا وتطورت ولات اكسيسيبل، ولات في متناول الجميع، اي انسان يقدر يلقى دوكا كاميرا تصور له اتش دي من حتى بالبورتابل. الفرق بين اللي يعبر واللي ما يعبرش عن رايه كيما الفرق بين الحي والميت، لانه الميت عباره عن جثه لا يتاثر ولا يحس، ومع جثه جامده. اما المجتمع اللي يعبر فهذا يدل على انه مجتمع حي، ما بقاش ديك يحكم يدخلك الحبس وضغوطات ويعذبك، لا لا ما بقاش. كاين انواع اخرى يعني يكون انت تدير غنايه يجيبولك واحد اخر يخلصوه باش هو يعني ما بقاش يجيك ليك انت، لا يستعمل تشويه الصوره تاعك، يستعمل اشخاص في انترنت باش يديروا دي مونتاج فيديو، يستعملوا هما تانا التكنولوجيا للقمع، يعني سيف ذو حدين التكنولوجيا. سرعة وصول المعلومة وكذا العدد الكبير من الأشخاص الذي يشاهدون الفيديوهات بقدر ما تسمح بإيصال رسالة صاحب الفيديو إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بحرية، بقدر ما تضعه أيضا أمام مسؤولية كبيرة. صح كاين غوند ريسبونسابيلتي باسكو سيرتو بوكو بليس دروكا لام يتبعو فينا لي جان و لي زونفون فريمون ريسبونسابيلتي كبيرة. لازم مع بالك مع الاول سيفري بدينا غير بالعقل، مي فرصة فرصة لازم تولي دير حاجة خشينة يكذب عليك. بيان سور مسؤولية، مسؤولية كبيرة بزاف. دوكا دوكا تولي كي تلحق نقولوا ما نقولكش انا دوكا راني درت حاجة كبيرة بزاف، مي الدرجة هذه اللي لحقنا لها هذه لو كان صغيرة، مي المسؤولية تاعها كبيرة بزاف. هي مسؤولية كبيرة، يعني مسؤولية من حيث الطرح. هؤلاء الشباب يعني غالبيتهم خريجي جامعات، يعني عندهم مستوى علمي يؤهلهم لممارسة النقد السياسي. المشكلة وين؟ أنهم عندما يعتقدون بأن التغيير يمكن أن يحدث من خلف زر كمبيوتر. والبرنسيب لي سامبل، اون سول فيديو في يوتيوب بوتر في بار 1 مليون 2 مليون، ما كاين حتى مقال في جريدة كلاسيكية، ما كاين حتى برنامج تلفزيوني اللي يقدر يتوشي مليون ولا زوج ملايين جزائري. الرسالة للشباب لازم يتعبوا، لازم يخدموا عليهم وعلى البلاد، وحتى حاجة ما تجيش بلا تعب بلا خدمة وبلا صبر. هي إذن أصوات رفعت التحدي واستغلت ظهور التكنولوجيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل التعبير عن آرائها بكل حرية، والأكثر من ذلك فرضت نفسها في وسط أكبر فئة في المجتمع الجزائري، فئة الشباب. قد تتعدد الطرق إلا أن الهدف واحد. كان معكم عمر بودي، حصة شروق تحقق. سلام.